السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة مطبخ أمينة. اليوم سوف نقوم بتحضير الكبدة مشرملة بالطريقة التقليدية، كتجي لذيذة وشهية وبنينة. نخليكم مع المقادير وطريقة التحضير، وقبل ما تشاهدوا الفيديو اضغطوا على الزر الأحمر أبوني وديروا جيم واضغطوا على الجرس ليصلكم كل جديد. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا 500 حتى 700 غرام ديال الكبده، ثلاثه الفص كبار ديال الثوم، جوج معالق تاع القزبر معدنوس، معلقه ديال السكنجبير، نص كاس ديال الزيت، زيت نباتي او زيت زيتون، الملح حسب الذوق، معلقه صغيره ديال التحميره بابريكا، معلقه صغيره ديال السودانيه اي فلفل حار، معلقه صغيره ديال الكمون، معلقه صغيره ديال الطماطم المصبره، واللي ما عنده الطماطم ياخذ الطماطم، ياخذ نصف حبه ديال مطيشه عاديه ويحكها ويستعملها. جوج قطع يعني ربع ديال مصير، ها هو على هذا الشكل. تناخذ اللب ديالو، النص ديالو ها هو. بسم الله على بركه الله، كنصبوا واحد القليل ديال الزيت، كندهنوا به هذا المقلاه، وكنحاولوا نعملوا فيه هذه الكبده. بسم الله على بركه الله، كنشويوها اي بعض الشيء. اللي عنده مقلاه ديال الكهرباء تاع الضو يستعملها، واللي عنده الفخير يشويها في الفخر، لان كنشويوها هي شويه عاد بعد كنحاولوا نطيبوها. هذا الشكل اي واحد ليه كامل الاختيار يعملها على هذا الشكل، ولا يعملها في شويه ديال الضوء. ها نمشي شويه هذا الشيء. بعد ما تخلات لنا الكبده بعد الشيء صبحات على هذا الشكل، الان كنحاولوا نزولوها على هذا الشكل باش نقطعوها قطع صغيره ونجعلوها كطيب. بعد ما قلينا الكبده ديالنا مسقليه، كناخذوا هذه القطعه وكنقطعوها قطع صغيره، تنتركوها جانبا حتى تنديروها مع الشرموله تطيب لينا. ها هي على هذا الشكل. بسم الله على بركه الله، كنصبوا هذا الكاس ديال الماء، سكنجبير، الثومه، بابريكا، تحميره، السودانية، الكمون، طماطم، قليل من الملح، اللب تاع المصير كناخده ها هو، وكنقطعو قطع صغيرة لهذا الشكل. هاد العنيفة، هاد القشرة كنحتفظو بها للتزيين، نفس الشكل كناخدو كنقطعو قطع صغيرة، كناخدو قزبر معدنوس وتنتركو، كنجيو نعملو الزيت وتنتركو الكل حتى تيغلى مزيان. نحركوا هذا الخليط، وكنسدو عليه
وتنتركو على النار حتى تيغلى مزيان. بعد ما غلات الطشمولة ديالنا كنصبو عليها هاد الكبدة بعد ما قطعناها على هاد الشكل، كنمزجو هاد الطشمولة مع الكبدة مزيان. كنمزجو فيها مزيان باش تشرب القوام ديالها باش تجينا بنينة ولذيذة. وتنتركوها حتى تتغلى، عاد تنتركوها على النار تقريبا 10 دقائق حتى 15 دقيقة، لأن هاد الكبدة راه مكتبغيش طيب بزاف، إلا طابت راه كتقسح. بعد ما طابت الكبدة ديالنا صبحات على هاد الشكل، هي راه رائعة راه معلكة، وكيما قلت لكم راه مكنطيبوهاش بزاف، إلا طيبناها بزاف راه كتقسح. الآن غادي نحاولو نقدموها، غنقدموها دائما، أنا كنفضل نقدمها مع العدس، راه كتجي بنينة ولذيذة. شعلة الآن النار، الشكل النهائي ديال الكبدة ديالنا جات على هذا الشكل، كتجي بنينة ولذيذة. وقبل ما نقدموه كنزينوه بخل قليل، نقلبو مع الدنوس وهاد القطع تاع السيترون. هو جا على هاد الشكل، الشكل المنظور ديالو راه هائل ورائع في البنة. غادي نقدموه مع العدس، وطريقة التحضير ديال العدس راه تلقاوه في الرابط أسفله. وهاد العدس لابد كيحتاج شوية زيت الزيتون، كيجي بنين، كنصبوه من فوق ديالو. كنتمنى يعجبكم وغادي يعجبكم، غير جربوه وبارطاجيو مع الأصدقاء ديالكم في الفيسبوك والواتساب. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.